المشكل اللي يصرى في عديد من السيارات، خاصة اللي كاسبين السيارات الديزل واللي يعانوا منه بزاف، واللي هو لا ريبريز ما كانش في الطوموبيل. يقول لك الريبريز ما عنديش، يجي دوبلي يلقى روحه الناس قاع دوبلاته باش عاد اللوطو يبدا يولي لها تيراج وتروح تروح تقيله تقيله ومن بعد تبدا تخفف. ومع الرغم تاني تزيد تلقى دخان كحل، هذاك هو اللي يزيد ينرفي بزاف ويقلق، وكي تقعد تشوف تروفيزور المالا كحلة كل شيء كحل. هنا رايح نعطيك الاحتمالات. هنا في هذه الحالة كي تدخل هنايا، شوف تدخل هنا وتسكاني، هنا نطلعو لافتر دي ديفو، شوف هنا يعطيك الكود P0405. هنا راه يقول لك سينيال ريكوبي بوزيسيون فان جير الكتريك، وهذا دوك نتكلموا عليه. هنا لو كان تلقى مثال تدخل تسكاني وتلقى هنايا الفوقه تلقى فانجير وتحتها تلقى سيركويدر، هنا يكون عندك يا فتيوية تاع الريح يا فلا فانجير بداتها تلقاها الفوقه مسخه كيما راك تشوف معايا هنايا الفوقه في التصويره. رايح نحطها لك هنا، تلقى لابارتي هادي اللي راك تشوف فيها هاكا معمره بلي كالامين، تنقيها ولازم عليك تردها كيما راك تشوف فيها كيما هاك. بصح الا كان عندك العطب تاني يطلع لك هذا الكود ويطلع لك هذا سينيال دو ريكوبي بوزيسيون فان اجير الكتريك. كي تزيد تدخل هنا في هذا الزائد، شوف بعد ما دخلنا في هذا العطب كي نكليكو في البليس، شوف واش عطانا ديفو بارمانو، يعني قاعد لازم يتصلح. هنا يقول لك طونسيون سينيال تروبا. هنا غادي تلاحظ معايا هنا لا بوزيسيون تاع فان اجير بداتها في الكابتور في لابارتي الكترونيك كيما غادي نحطها لك هنا في هذا لا فوتو كيما راك تشوف فيها الفوق هنايا في اعلى الفيديو. نحط لك هاد لا فوتو هنايا تلقاها في لابارتي هادي في الكابتور بداتها ولا في ليفيش تاعها، يعني لازم تتصلح. هادي تقعد لك كيما راها لابان ما تروحش، يعني هاد لابان منقسمه على قسمين وراني وضحتهم. التوضيح الاول راه باين يفوت على لابارتي ميكانيك، تقدر دير هذيك المرحله. سينو الا طلع لك هذا وزاد بريسيزالك وقال لك اجير الكتريك، ما عندكش طابا لو شوا، ما عندكش الاختيار، لازم تروح تشري وحده جديده وتحطها ويروح لك هذا المشكل ريبريس تولي والدخان لك حل. ما تزيدش تشوفه ما يديرونجيك لا في المال لا والو. ان شاء الله تكون استفدت معنا، بارطاجي معنا هذا الفيديو. مع السلامه، السلام عليكم.